سعيد جدا ان انا حضرت في خلال الثلاث ايام اللي فاتوا كورس الريجلت سبمشنز اي سي تي دي والاي سي تي دي مع التيم هنا في انترا ميدكس. الحقيقه كان التنظيم بتاعهم كان تنظيم ممتاز. بشكر الدكتور عمرو والدكتوره مروه على المجهود اللي هم عملوه في خلال الثلاث ايام اللي فاتوا. والمحتوى الحقيقه كان برضو منظم جدا، اتعرض بشكل سيمبل جدا، كان الموضوع كان بسيط. الديتيلز اللي كانت بروفايدد اثناء الثلاث ايام دول كانت ديتيلز كثيره جدا، وكانت معروضه بشكل كان ممتع، مش بس ان هي معلومات بتتقال، لا بشكل يخلي الانسان ان هو حابب الموضوع وحابب ان هو يقرا فيه اكتر حتى بعد الثلاث ايام دول. فشكرا جزيلا للدكتورة اسماء والدكتور عمرو والدكتورة مروة على المجهود اللي هم عملوه، وان شاء الله نتقابل في كورسات تانية كتير باذن الله. شكرا.